نحن اليوم في منطقة العرفاف، هذه المنطقة التي تم تحريرها من قبل الجيش الوطني مرورا بيعيس ونجد القرين ووصولا إلى العرفاف، وما تزال المعارك في بيت اليزيدي كما تشاهدون مرور الأطقم العسكرية باتجاه مدينة دمت، كما تشاهدون بالصورة أيضا جبل ناصة المطل على قرى مريس، والذي أيضا حاولت ميليشيا الحوثي وقتلت الكثير من عبر هذا الجبل. أيضا هناك أسرى في بعض هذه المناطق، وأيضا إحراق أطقم عسكرية من قبل الجيش الوطني كانت بحوزة ميليشيات الحوثي. إذا عمليات تحرير واسعة ما زالت مستمرة، بالإضافة إلى تحرير مناطق وقرى غرب مريس، منها قرية سوان وقرية رما وأيضا قرية المعصر. محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.